طبعا الرؤى دائما تكشف امور بالعوائل، تكشف في علاقات اشخاص مع بعض، زوجات وازواجهم اخوان. في رؤى مرت عليك تحسفت او خفت انك تعبره؟ كثير والله. تتراجع يعني تقول ما ادري ولا؟ هو سبحان الله احيانا تحتاج المساله الى حكمه، فبعض الرؤى يكون فيها تنبيه او تحذير من بعض المسائل او اخبار عن بعض الامور تتعلق ببعض الاسر. الانسان يا شيخ كب عرش. كب عرش وكب عشاء وكل شيء. يا ساتر. واحيانا والله اني احذر من اني اولها خشيه ان يقع بين الاسر خصام ومشاكل، وهذا حدث يوم من الايام. لكن ليس عن طريقي، احد الاشخاص نقل لي رؤيا خاطئه منقوصه، يعني فيها نقص وفيها خطا وفيها شيء. فاولت الرؤيا بناء على نقل الرجل. وايضا نقل الرجل التاويل محرفا لفهمه، خطا وقصور في فهمه، فنقل التعبير خطا، فوقع بين الاسره انه فهم الراعي ان ابنته سحرته وسحرت زوجته الثانيه، فحصل خصام بين الاسره كاد ان يصل الى القضاء. لولا ان الله جل وعلا يعني امتن علي باني علمت عن هذه القضيه فتدخلت لانهي المشكله. فاحيانا من الخلل انه تؤول بعض الرؤى، لانه مساله مصالح ومفاسد، والقاعده الفقهيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.